إن كل نبوة لها بعد واقعي وبعد نبوي. البعد النبوي إن النهاردة في كم مذبح للرب في مصر؟ النهاردة كم كنيسة موجودة للرب في مصر؟ مش دي مذابح للرب؟ كم عيلة مسيحية تعرف الرب؟ حتى الأساس إحنا هنا بنتكلم، حضرتك قلت لي إن النبوة دي اتحققت وقت إرميا. إحنا بنتكلم لسه يعني بنقول. يعني ده على المدى البعيد هذا تحقق ولا ده اتحقق وقت النبوة وقت إرميا؟ ما أنا بقول إن النبوات دي واخد بالك؟ في بعض النبوات لها بعد كمان نبوي. إن لما يقول يكون حصل وزاد. طيب إيه ويضرب الرب مصر يعني يضرب وبعدين يشفي. ده تم إمتى؟ برضو يعني هو ضرب خلاص اللي إحنا عرفناه. اتشافت إمتى؟ لكن بنقول دايما إن الرب لما بيضرب، لما بيسمح بالضربة، بتكون الضربة علشان يشفي دايما الرب. والرب فعلا شفى بمجيء المسيح. شفاء يعني حقيقي. دي نبوة عن مجيء المسيح؟ طبعا شفاء حقيقي. لا وأكتر من كده، مش بيقول في آية 20 فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، علامة وشهادة لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا. يعني النبوة دي اتحققت على مرحلتين في مجيء المسيح كده. اتحققت وقت إرميا وكانت نبوة أيضا عن مجيء المسيح وفي مجيء المسيح. وهل ليه علاقة أن المسيح دخل مصر؟ دي ليه علاقة بالنبوة دي برضو لما جه المسيح مصر ولا ملهاش؟ ليه ما نقولش أن وارد يكون لها علاقة بمجيء المسيح إلى مصر؟ لكن لما نقول الوعد بالبركة هنا تم وتم فعلا كتير لما يقول يعرف المصريون الرب، واخد بالك؟ أيوة. فعلا المصريون بيعرفوا الرب. الناس للأسف بتتوقع أني عايزة كل مصر، كل ما حصلش في العالم أن في دولة أو في منطقة كلها عرفت الرب. ده جه منين؟ في أي دولة؟ في أي دنيا؟ لكن لما يقول يعرف يعني في معرفة حقيقية للرب في المكان ده. لكن هل مازال هناك وعد لمصر ولا خلاص دي اتحققت فملاش أي علاقة باللي إحنا فيه؟ الوعد لمصر بالبركة قائم ودائم فعلا، أنا بقول ده. لكن لما نبص هنا بيقولي في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر، المصريون إلى أشور. ده حصل. الناس النهاردة بتدور هيكون سكة؟ ما هو طبعا كان في يهود في أشور ويهود في مصر ويهود في إسرائيل، السكك دي كانت موجودة. ده احنا في عصر النهاردة العالم كله قرية قد كده، مش لسه هيكون في سكة. السكك موجودة وقائمة. انت النهاردة في قد ايه تكوني في أشور؟ في قد ايه تكوني في أمريكا مش في أشور؟ السكك النهاردة لما يقول تكون في ذلك اليوم في سكة من هنا لهنا لهنا، كل ده موجود. لكن لما يقول في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر لأشور بركة في الأرض، إن البركة لو خدت بالك لآخر آية، إن بركة الله مش قاصرة بس على مصر، لكن بركة الله لكل الشعوب. ودي فعلا أنا بقولها بكل يقين، إن الله لا يحصر ولا يحد في شعب واحد، لكن الله لكل الأمم، لكل الممالك، لكل الشعوب. أنا بقول لكل إنسان الله للكل مش لمنطقة واحدة.